بمشاركة السفير البريطاني في الكويت ماثيو لودج، نظم المركز الثقافي البريطاني بالبلاد معرض التعليم في المملكة المتحدة، واستعرض المشاركون أهم مزايا الجامعات والكليات البريطانية. ينظم المجلس الثقافي البريطاني معرض التعليم كل سنة. هذه السنة دعينا 36 جامعة من بريطانيا، من أفضل الجامعات اللي في بريطانيا، تقدم المعلومات للطلاب والأهالي عن كيفية التقديم والمعيشة في بريطانيا والمنح الدراسية اللي موجودة. افتتح المعرض معالي سعادة السفير ودكتور فوزان الفارس اللي هو مدير المكتب الثقافي الكويتي في بريطانيا. المعرض فرصة يتيح فرصة للأهالي والطلاب أنهم يتعرفون على الجامعات اللي في بريطانيا تقدم دراسات عليا.